بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم عبد الله الرباب من قناة منارة الفكر، لنكمل سلسلة بدأناها عن كيفية اجتياز اختبارات الICDL والحصول على العلامة المثلى بإذن الله. قبل البدء في الاختبار التالي، يجب التذكير بأنه يجب توافر ويندوز 8.1 وبرنامج الأوفيس 2013 نسخة 2013 وبرنامج محاكي للاختبارات اللي هو ديمو كامبريدج، الذي سأتركه إن شاء الله أسفل الفيديو في رابط مباشر خالي من الإعلانات. بسم الله نبدأ. نذهب إلى المحاكي بالزر الأيمن ثم نفتح كمسؤول، ثم نحول إلى اللغة العربية، ثم نكتب الاسم الذي نريده، منارة الفكر، ثم ننتقل إلى كلمة المرور اللي هي DEMO. اليوم درسنا بإذن الله عروض تقديمية أو ما يسمى بالPowerPoint. مدة الامتحان 45 دقيقة، وهو وقت كافي للامتحان إذا اتبعنا الخطوات المطلوبة بكل دقة وتروي. الآن الجزء يتكون من الامتحان من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول على العرض التقديمي الحالي، أدرج شريحة جديدة بعد الشريحة الأولى على أن تكون من تنسيق عنوان ومحتوى. نحدد الشريحة الأولى ثم نذهب إلى شريحة جديدة من شريط العناوين، ثم نختار محتوى وعنوان، محتوى وعنوان. ثم التالي، احذف الشريحة التي تحتوي على العنوان الدورات التدريبية. نذهب إلى الشريحة الدورات التدريبية، نحددها بزر الفار الأيسر، ثم نضغط على زر الديليت من لوحة المفاتيح. ثم التالي، استبدل العنوان أبو غزال الاستشارات والملكية الفكرية الموجود في الشريحة الأولى. نذهب إلى الشريحة الأولى ثم نحددها، ثم نحدد العنوان المطلوب، ثم نغيره إلى أبو غزالة من غير فواصل وبالهمزة للترجمة والتوزيع والنشر. ثم ننطلق إلى التالي، انتقل إلى الشريحة المعنونة، بماذا نتميز عن غيرنا؟ ننتقل إلى الشريحة بماذا نتميز عن غيرنا، ونسق العنوان بحيث يصبح غامق. نحدد العنوان كاملا، ثم نذهب إلى حرف البي أو رمز بي اللي هو نحوله إلى غامق. انتقل إلى الشريحة المعنونة، نفس الشريحة، ونسق العنوان ليصبح مائل اللي هي I المائلة. انتقل إلى الشريحة ونسق العنوان بحيث يصبح حجم 40، يعني مطلوب منا ثلاث أشياء، غامق ومائل وحجم 40. بعد ما حددنا العنوان، ننتقل إلى اللي هو حجم الخط ونحدده 40. ثم ننتقل إلى التالي، على الشريحة المعنونة بأهمية ومزايا الشهادة، أهمية ومزايا الشهادة، ننتقل إليها إلى الشريحة. اكتب ما يلي في مربع النص، الجودة هي بالهمزة أهم العناصر التي نركز عليها. ما تيجي تقول لي بدي أكبر الخط أو بدي أصغر الخط، هو مطلوب منا فقط الكتابة في مربع النص. ثم التالي، دقق العرض التقديمي إملائيا. نذهب إلى الشريحة الأولى ثم نذهب إلى مراجعة
من القائم الرئيسي مراجعة، ثم نذهب إلى تدقيق إملائي. نتجاهل الأسماء الأصلية. أبو غزالة هي اسم أصلي تجاهل. العامة تغيير. الإدارية تغيير. هون تقدر احنا كمان نقدر ندققه من غير ملاحظات. مثلا عندنا ملاحظات اللي هي بالضاد وليست بالطاء، وممكن ندقق يدويا لانه بجوز التدقيق اللي موجود في الباوربوينت ما ياخذ كل الكلمات ويدقق لك اياها. الان ننتقل الى التالي. احفظ التعديلات التي اجريت على العرض التقديمي. الان حفظ مباشره، حفظ ثم احفظه باسم. ننتقل الى ملف حفظ باسم ثم كمبيوتر الى المسار المطلوب ونحفظه بخطة عمل. خطة عمل في موقع كامبريدج سي اللي هو الان نحن في المسار المطلوب. ثم حفظ ثم التالي. الان انتهى الجزء الاول، ننتقل الى الجزء الثاني. ننتقل الى الجزء واياكم الى الجزء الثاني. لا تنسوا الاشتراك في قناتي حتى يصلكم كل ما هو جديد بالنسبة لاختبارات الـ ICDL أو بما يخص الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر بإذن الله. الجزء الثاني موافق. انتقل إلى الشريحة الثالثة في العرض التقديمي أبو غزال للملكية الفكري. الشريحة الثالثة، ننزل على الشريحة الثالثة. قص التعداد النقطي الذي يبدأ بعبارة تسجيل العلامات التجارية. تسجيل العلامات التجارية قص وألصقه في صندوق الموجود ليسار الشريحة الثانية. نذهب إلى الشريحة الثانية ثم الصندوق الذي على اليسار ثم لصق ثم التالي. قم بتغيير اتجاه جميع الشرائح إلى الإعداد العمودي. الآن نذهب إلى قائمة تصميم ثم إلى حجم الشريحة ثم حجم الشريحة مخصص ثم التغيير إلى الاتجاه العمودي ثم موافق. التأكد من الاحتواء، نعم، ثم التالي. هون تطبق على كل الشرائح. قم بإدراج أرقام الشرائح على جميع الشرائح. الآن نذهب إلى إدراج ثم إلى رقم الشريحة ثم إلى رقم الشريحة نحددها ثم تطبيق على الكل. الآن ظهرت عندنا اللي هي ما تسمى بأرقام الشرائح. أرقام الشرائح أسفلها هذه هي أرقام الشرائح. نتأكد مرة أخرى. تطبيق على الكل. الآن أرقام الشرائح ظاهرة على الشاشة. كبرها نتأكد. هذه أرقام الشرائح. الآن التالي. قم بتغيير تخطيط الشريحة الرابعة بحيث تصبح شريحة عنوان فقط. نذهب إلى الشريحة الرابعة ثم نحددها ثم نذهب إلى الصفحة الرئيسية ثم نذهب إلى تخطيط ونحدد العنوان فقط. العنوان فقط. هكذا أصبحت فقط عنوان، شريحة عنوان. ثم التالي. دقق العرض التقديمي إملائيا وصحح الأخطاء وتجاهل الأرقام الأسماء الأصلية. نذهب إلى الصفحة الرئيسية ثم نذهب إلى مراجعة ثم إلى تدقيق إملائي ثم نغير براءات والتجارة. انتهى التدقيق الإملائي ثم نضغط على التالي. من تعليمات برنامج الباوربوينت
ابحث عن الموضوع جعل الصورة شفافة. الآن هذا السؤال خاص بال2007 أو ال2010، الأوفيس 2010، ولا وجود لهذه الفقرة في تعليمات البرنامج 2013. ورغم هذا سنذهب إليه لنتأكد، ثم نكتب، لأن هذا اتصال مباشر مع الإنترنت، تعليمات الباوربوينت 2013 مباشر مع الإنترنت، جعل الصورة، جعل شفافة. لذلك سوف نفقد علامة السؤال. مثل ما قلنا، هذا المحاكي مخصص، هذا المحاكي مخصص فقط لل 2007 2010 وليس مخصص لل 2013، ولكن نحن نريد أن نبين كيفية اختبارات الاي سي دي ال وكيف نخرج منها بإذن الله بالعلامات المثلى. الآن إذا جاءك سؤال مثل هذا وطلب منك مثلا اللي هو عن طريق الأونلاين أن تنسخ هذه الفقرة، تقوم بتحديد هذه الفقرة بزر الماوس الأيسر، ثم نضغط من لوحة المفاتيح Ctrl و C، Ctrl و C، ثم نخرج من التعليمات، ثم نلصقها مثل ما يطلب منا السؤال. آخر شريحة، نذهب إلى آخر شريحة. الآن نضعها Ctrl و V، كنترول و في او كنترول و راء باللغة العربية. الان التالي، رغم ان فقدنا علامة هذا السؤال، ولكن للفائدة، لتعم الفائدة بيننا ان شاء الله. ثم التالي، احفظ العرض التقديمي باسم الملكية الفكرية كنوع PowerPoint Show. الان نذهب الى ملف، ثم حفظ باسم، ثم المسار المطلوب كامبريدج، ثم الملكية الفكرية نكتب اسمه الملكية الفكرية، ثم نغير نوع الملف ليكون PowerPoint Show، وتأكد بأنه PowerPoint Show، ثم تأكد بأن المسار المطلوب موجود عندنا، ثم حفظ، ثم التالي. أنهينا الجزء الثاني، ثم الجزء الثالث ننتقل إليه، ننتظر قليلا. طبعا هذا البرنامج يعطيك العلامة، ولكن دائما العلامة قد تكون منقوصة لأنه لا يناسب الـ 2013 كما قلنا قبل قليل. افتح العرض التقديمي مركز كامبريدج الدولي، نذهب إلى ملف، ثم إلى فتح، ثم إلى كمبيوتر، إلى كامبريدج، مركز كامبريدج الدولي، ثم فتح. ننتظر قليلا، ننسق حتى يتسنى لنا رؤية السؤال. من الشريحة الأولى احذف النص الخطط الأولية. الشريحة الأولى نذهب إليه نحددها، ثم نحدد المطلوب حذفه واستبداله بالمؤهلات، المؤهلات المهنية، المؤهلات المهنية. ثم التالي، طبق النسق نوع خشب. طبعا هذا النسق نوع خشب غير موجود على 2013، ولكن سأريكم كيف تطبقون أي نسق مطلوب منكم موجود على 2013. الآن نذهب إلى تصميم هذه النسق، تحديد مثلا هو يطلب منك عضوي، أو يطلب منك شريحة، أو يطلب منك ربطة، أو يطلب منك هذه النسق الموجودة، أو في طريقة ثانية اللي هي تنسيق الخلفية ثم تعبئة مادة أو نقش. وقد يطلب منك تحميل نقش عبر الإنترنت، عبر الإنترنت، أو مادة عبر الإنترنت لنحمل مثلا اللي هو نسق خشب، رغم أنه لن يحتسب السؤال، أو لن يحتسب علامة هذا السؤال أيضا. نكتب خشب، خشب على الأونلاين،
خشب ثم انتر. ننتظر قليلا حتى يظهر لنا صورة خشب. هذا خشب مثلا، هذا خشب لنعتبر بأنه هذا. ثم إدراج، ننتظر قليلا حتى يحمل الصورة. وتطبيق على كافة الشرائح. الآن التالي: انقل النص دبلوم كامبريدج للمعلمين المتدربين الموجود في الشريحة الثانية. نذهب إلى الشريحة الثانية، نذهب إلى الشريحة الثانية، دبلوم التعداد النقطي دبلوم كامبريدج للمعلمين والمتدربين. الآن بالزر الفار الأيمن ثم قص ليصبح تعداد نقطي جديد في الشريحة الثالثة. نذهب إلى الشريحة الثالثة، نحددها في نهاية التعداد النقطي الثاني، ثم نضغط على زر الانتر ليفتح تعداد نقطي جديد، وكنترول وبي للإلصاق. ثم التالي: من تعليمات البرنامج، هذا أيضا السؤال غير موجود في تعليمات الأوفيس 2013، لذلك سوف نفقد الإجابة، ولكن سوف نحاول أن نحل هذا السؤال. برنامج، نذهب إلى تعليمات البرنامج. طبعا أنا شابكه بالإنترنت، ونبحث عن القوالب المخصصة. القوالب المخصصة، القوالب المخصصة، المخصصة، ثم انتر. ننتظر قليلا حتى تظهر من أين توجد القوالب المخصصة، اللي هي هاي الفقرة اللي بده إياها. ما زالت، شوف هون الفرق أنه لا يزال هنا قوالب، هون بقول لك ما زالت، هون في فرق اللي هو فرق بين الـ 2013 والـ 2010 والـ 2007. كنترول وسي للنسخ، ثم الخروج من التعليمات، ثم الذهاب إلى الشريحة الرابعة، ثم نلصقها كنترول وفي. ثم التالي: قم بتغيير اتجاه جميع الشرائح إلى الإعداد الأفقي. الآن نذهب إلى تصميم، نحن موجودين في تصميم، نذهب إلى حجم الشريحة كما تعلمنا سابقا، ثم إلى حجم الشريحة مخصص، ثم نغير الشرائح اتجاه الشرائح إلى الاتجاه الأفقي كما طلب منا، ثم التأكد من المحتوى. ثم التالي: انقل الشريحة الخامسة لتصبح آخر شريحة في العرض التقديمي. الخامسة هذه هي، ثم بإمكانك أنت ما تضغط به زر الفارة الأيسر ثم تسحبها إلى آخر شريحة هكذا لتصبح الشريحة السادسة، أو أنك بتقدر تعمل لها قص ثم بيست لآخر الشرائح وآخر العرض التقديمي، ثم احفظ التعديلات التي أجريت على العرض التقديمي حفظ، نتأكد بأنه قد حفظ مرتين لو كبسنا ما في مشكلة حتى نتأكد بأنه حفظ. ثم التالي: من تبويبة عرض، اختر العرض التقديمي معلومات الامتحان. الآن نذهب إلى تبويبة عرض، ثم تبديل النوافذ، ركزوا معي شوي، تبديل النوافذ، زر تبديل النوافذ، ثم نحول إلى معلومات حول الامتحان واحفظه باسم، إذا ملف ثم حفظ باسم إلى الموقع كامبريدج سي، ثم نكتب دبلوم كامبريدج الدولي في إدارة، همزة تحت الألف، إدارة الأعمال، همزة فوق الألف،
الأعمال. ثم نتأكد من الاسم صحيح، ثم حفظ. وهكذا قد أنهينا هذا الامتحان إن شاء الله لتحصلون على النتيجة النهائية. يجب عليكم أنك تتابع الفيديو وتطبق معي. ثاني شيء، يجب تحميل مادة الامتحان والقراءة عليها جيدا، التي سأحملها إن شاء الله في أسفل الفيديو برابط مباشر، هي وبرنامج المحاكاة. رغم أن برنامج المحاكاة قد يكون فيه أسئلة لا تتماشى مع لوفس 2013، ودمتم ودامت البسمة في وجوهكم، والسلام عليكم